السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال واتم الصحه والعافيه. قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم، بغيت نقدم واحد كلمه شكر لجميع متتبعي القناه. شكرا جزيلا للدعم ديالكم والتشجيع ديالكم والتعليقات الزوينه ديالكم. شكرا جزيلا لاننا وصلنا ل 10000 مشترك، وان شاء الله عائلتنا مازال فين تكبر بالدعم ديالكم وبالتشجيع ديالكم. نرجعوا لموضوعنا اللي هو نبتة البيجوليا او نبتة البيغونيا. هي واحد النبتة اللي سريعة النمو، سهلة العناية، دائمة الخضرة، لا تزرع لجمال ازهارها لان جمال اوراقها لا يقل اهمية. هي نبتة موطنها الاصلي هو المناطق الاستوائيه. كيف ما تنقول دائما ملي تنعرفوا موطن الاصلي للنبته تيسهل علينا نعرفوا متطلبات هاد النبته. مادام تنقولوا موطنها الاصلي هو المناطق الاستوائيه، اذا فهي نبته محبه للدفء، لا تحب البروده الشديده، وكذلك محبه للضوء بشكل كبير. هي نبتة خارجية وداخلية في نفس الوقت، يمكن زراعتها في خارجيا في مكان يتلقى أشعة الصباح الخفيفة، أما في الداخل أفضل مكان هو قرب نوافذ شرقية أو غربية الاتجاه، مع تجنب وضعها بالقرب من النوافذ الجنوبية بالخصوص من شهر فبراير حتى سبتمبر. الشمس المباشرة قد تحرق أوراقها. أما إذا كنا نضعوا أشعة صناعية فضروري بأن نبعدها عليها تقريبا ما بين 40 حتى 50 سنتيم، وتعرض لها تقريبا ما بين 12 حتى 14 ساعة. بالنسبة لدرجة الحرارة الملائمة لنبتة البيغونيا فهي محبة للحرارة المعتدلة تقريبا ما بين 18 حتى 25 درجة، فهي تحب الدفء بشكل كبير ولا تتحمل البرودة الشديدة. في المناطق الباردة ضروري يلزمها مكان داخلي، أما في المناطق الحارة فضروري من أننا نوضعها في مكان ظليل، فهي دائما متناقضة المتطلبات. بالنسبة للتربة المناسبة لنبتة البيغونيا ضروري ما يتوفر فيها ثلاث شروط، هي نوعية التربة وكمية التربة وكذلك نفادية التربة أو حجمها. نوعية التربة فهي تحب التربة الحامضية بنسبة ضئيلة. حجم التربة، كمية التربة مرتبطة بحجم الأصيص، فضروري من أن حجم المحبق أو الوعاء يكون تناسب حجم النبتة، أي يسمح للجذور بالنمو، ولا يجب أن يكون كبير الحجم لأنه يؤدي للجذور بالاختناق وبالتالي موت النبتة. بالنسبة للتربة النافدة أي سريعة النفاذ وجيدة التصريف. بالنسبة لاحتياجات نبتة البيغونيا للماء فهي ضروري من سقيها عند جفاف سطح التربة، بخصوص في فصل الربيع والصيف أي فترة نمو التربة كلما جف سطح التربة عند لمسها والشعور بالجفاف تربتها. يمكن ريها ولكن بحذر عدم لمس الأوراق بالماء، أي التربة مباشرة في التربة. ونقطة أخرى بغيت نأكد عليها هو أن سبحان الله هذه النبتة تخبرك على عطشها، تشبه نبتة سباتيفيليوم أو نبتة الشراع. نخلي لكم الفيديو ديالها في البطاقة في الأعلى وكذلك في صندوق الوصف. ونقطة أخرى نأكد عليها هو ضروري من إفراغ الماء من أطباق
الأصيص فور نفاذها من الثقوب حتى لا تتعفن الجذور. بالنسبة للتسميد يكون مرة في الشهر في فترة النمو، فهو يساعد على زيادة الإزهار، وضروري من التسميد يكون غني بالفوسفور من شهر فبراير إلى شهر سبتمبر. تقليم النبتة يكون باستمرار فور دبول الأزهار لأنها تمتص الطاقة ويحفزها على النمو بشكل أفضل. وهناك نوع آخر من البيغونيا جمالها يكمن في أوراقها، ضروري من تقليم الأزهار قبل تفتحها لأن الأزهار تأخذ طاقة من النبتة، ويمكن أن تزرع بأوعية وكذلك في الأرض الحديقة ولكن بشروط معينة، هي أن تكون في مكان ظليل أو وتتلقى أشعة الصباح الخفيفة. نبتة البيغونيا محبة للرطوبة بشكل كبير بالخصوص في فصل الصيف، فلهذا تنأخذ واحد الإناء وتنوضع فيه كمية من الحصى أو لا الحجارة الصغيرة ونبلوها بالماء ونوضع فيها الأصيص ديالنا أي النبتة ديالنا بخصوص فصل الصيف أو عند ارتفاع درجة الحرارة. اللي بغى الطريقة بالتفصيل كاينة في الفيديو ديال نبتة الشراء أو سباتيفيليوم، نخليه لكم في البطاقة أعلاه وفي صندوق الوصف. تكاثر نبتة البيغانيوم يكون على ثلاث طرق، أول طريقة بالعقلة الطرفية أو بالتجدير بالماء أو لا بالوريقة. أول حاجة ناخد واحد الوعاء ونضع فيه ثقوب في الأسفل كيف ما غيظهر لكم في الشاشة باش نضمنه تصريف جيد. نوضع طبقة خفيفة من الحصى في الأسفل ديال الوعاء وناخد خليط من البيتموس والرمل. أول طريقة غنشوفو هو التكاثر بالوريقة، ناخد واحد الوريقة ونوضعها في الخليط اللي وجدنا ديال البيتموس والرمل ونتركوها في واحد المكان شبه ظليل معتدل الحرارة تقريبا مدة أسبوعين حتى يظهروا لنا جذور نضمنوا أنها تم تجدير، ونقلوا الشتلة ديالنا إلى وعاء مستديم ونسقيها كلما جفت سطح التربة. الثانية هي التكاثر بالعقلة الطرفية، ناخدوها كيف ما شفنا في الأول ونوضعوها في الوعاء ديالنا ونتركوها مدة أسبوعين من بعد ننقلوها الوعاء المستديم. الطريقة الأخيرة هو التجدير بالماء، أننا ناخد واحد العقلة الطرفية ونجردوها من الأوراق ديالها ونضعها في واحد الإناء أو قارورة زجاج اللي بها كمية من الماء، يستحسن أنه يكون ماء البئر أو ماء المطر أو لا ماء معدني لنتيجة أفضل. نوضع معها قطعة صغيرة من الفحم الخشبي ونتركها حتى يظهروا لنا الجذور، من بعد ننقلها في الوعاء مستديم اللي يكون فيه تربة. نبتة البيغونيا فيها تقريبا 1500 نوع على حسب شكل الأوراق وكذلك الألوان وحجم الأوراق، تنقسم إلى عدة فئات على حسب طبيعة نموها. الفئة الأولى تنمو إلى الأعلى على شكل سيقان طويلة مثل الخزيران، أما الفئة الثانية فهي تنمو على شكل جذمور أو رزيمات جذورها مثل الرزيمات، والفئة الثالثة فهي تنمو على شكل بصيلات تكون على شكل بصيلات هي اللي تنشوفوا على الشاشة،
وهناك نوع آخر تنمو على شكل شجيرة، وكاين البيغونيا المتسلقة، وكذلك البيغونيا دائمة الإزهرار، وكذلك بيغونيا ذات سيقان سميكة. كيفما تظهر لكم في الشاشة أشكال متعددة وأنواع مختلفة من البيغونيا. اللي ممكن تصاب بها نبتة البيغونيا هي احتراق الأوراق بسبب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة، تعفن الجذور بسبب كثرة السقي، أو عدم ملائمة حجم الوعاء بالمقارنة مع حجم النبتة أي وعاء كبير، وكذلك البياض الدقيقي وهو تكون على شكل بودرة بيضاء وتنقضي عليها بمبيد فطري. نتمنى من الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو بمعلومة بسيطة، وتشجعوا تقتنيوا هذه النبتة بخصوص أنها تتزامن مع فترة النمو ديالها. ونتمنى من كل قلبي إلى عجبكم الفيديو ترفعوه لأكبر عدد من اللايكات، وكذلك بالنسبة للناس اللي أول مرة يزوروا القناة يضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب، وكذلك الجرس باش ينضموا لعائلة الحياة أسهل مع حياة، وبقوا توصلوا دائما بجديد القناة. وعلى فكرة هذا فيديو مهداة لصديقة القناة متتبعة وفية اللي توصلت بهذه النبتة كهدية، وطلبت مني أنني نوفيها بالمعلومات كافية عليها باش كيفية الاعتناء بها. نتمنى من الله نكون وفيت الغرض ووفيتها بمعلومات كافية ومر. نتمنى إلى عجبكم الفيديو ترفعوا لأكبر عدد من اللايكات وتبارتاجيو في موقع التواصل، ومرحبا بكم معنا في قناتكم. والناس اللي اول مره يزوروا القناه يضغطوا على زر الاشتراك اي سابوني او سبسكرايب باش ينضموا لقناتنا، والجرس يفعلوا الجرس بس دائما يبقاو يتوصلوا بجديد القناه. ومرحبا والف مرحبا، ومرحبا بتعليقاتكم انتقاداتكم اي حاجه او اي خدمة نكون قادرة نوفيها لكم، انا راهن الاشارة ديالكم.